بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله على محمد. بداية أتقدم بأحر التبريكات والتهاني من هذه المنصة المباركة وفي رحاب ولادة أبطال كربلاء وولادة علي بن الحسين الأكبر، ونحن على مشارف ولادة مخلص البشرية صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف، لا يسعنا إلا أن نرفع أسماء آيات التبريكات والتهاني لمقام النبوة والعصمة وللأمة جمعاء، ولا سيما لمراجعنا العظام، ولكم أيها الأحبة سائلين المولى تعالى أن يتغشانا بألطاف هذه الذكرى وبركاتها، إنه على كل شيء قدير. جاء في الدعاء عن سيدنا ومولانا صاحب العصر والزمان أنه قال: اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك. صدق عليه أفضل الصلاة والسلام كلمات دعائية تفوه بها إمام الزمان روحي له الفداء، وهي ترسم معالم دولة آخر الزمان، وتضع الخطوط العريضة لتلك الدولة الموعودة. ونحن في هذه الليلة تتشابك خيوط الأفراح مع بعضها البعض، فمن جانب نتحدث حول أبطال كربلاء، ومن جانب آخر نتحدث عن إمامنا الموعود روحي له الفداء، ومن جانب ثالث نحن نعيش في رحاب ذكرى علي بن الحسين عليه السلام. ولكن ما أريد أن أتحدث عنه في هذه الليلة أن أقوم بربط مبدئي وفكريا وسلوكيا بين ثورة الحسين وبين ثورة المهدي عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. فنحن عندما نتحدث عن كربلاء ونتحدث عن واقعها وعن تلك الثورة المظفرة التي رسمت للأمة حريتها وسعادتها وإباءها من خلال ركائز أساسية في أرض كربلاء، عندما نتكلم عن ثورة الحسين عليه السلام التي وقعت في تاريخ مشرق لا يمكن أن ينسى، ونحن في نفس المقام ننتظر ثورة مرتقبة لإمام الزمان عليه أفضل الصلاة والسلام. وعندما نقف متأملين سنجد أن معالم الثورة المرتقبة إنما انطلقت في أرض كربلاء، فأرض كربلاء أسست لركائز النصر الأربعة، فكل ثورة يراد لها النصر ويراد لها الغلبة لا بد أن تتوفر فيها أربعة ركائز. الركيزة الأولى القيادة الربانية التي تمتلك نظرة بعيدة وفكرا واسعا وعلما واسعا وتأييدا رباني، وقد تجسد ذلك في الحسين عليه السلام. الركيزة الثانية من ركائز النصر في كل ثورة الأهداف الواضحة المحددة والقيم والمبادئ الثابتة،
فكل ثورة تتحرك من دون هدف إنما تسير نحو الضياع، وتعيش خطوات التخبط في حركيتها، فلا يزيدها كثرة السير إلا بعدا عن أهدافها. كما أن الثورات الإلهية تتسم بأنها ذات طابع ومبادئ ثابتة راسخة، فليست ثورة السماء ثورة مصالح، بل هي ثورة مبادئ وثورة قيم، والقيم والمبادئ لا تتغير. الركيزة الثالثة إنهم الأنصار والأتباع المخلصون. وقد جسدت كربلاء نماذج لا يمكن أن يوجد مثلهم في التاريخ، وعلى رأس أولئك الأنصار قمر العشيرة أبي الفضل العباس الذي كان أحد أنصار الحسين، وإن كان من أهل البيت على اعتبار أن أنصار الحسين على قسمين، منهم من أهل البيت ومنهم أنصار جاءوا من هنا وهناك ليصطفوا في مصف الشهداء ويدخلوا من بوابة الخلود الأبدية فينالوا وسام الشهادة. وأما الركيزة الرابعة فإنه الإعلام الموجه الرصين. وقد حمل لواء الإعلام سيدنا ومولانا علي بن الحسين صلوات الله وسلامه عليه، حيث جسد إعلاما وبمعية عمته زينب، ذلك الإعلام الذي اتسم بخصائص، فالخاصة الأولى فيه أن إعلام كربلاء كان إعلاما قويا ثابتا يمتلك الحجة والدليل والبرهان، فما كان للعدو قدرة أن يقف أمام ذلك الإعلام. كما أن إعلام كربلاء كان متمازجا بين الحجج العقلية والنقلية والعاطفة الهائجة التي كانت تحرق القلوب فتسيل الدموع من أجل واقع كربلاء. تلك الركائز الأربعة هي التي بتوافرها حققت نصرا عظيما خالدا في كربلاء. قتل الحسين، فهل يعني ذلك أنه مهزوم؟ أبدا، لقد انتصر الدم على السيف في كربلاء وبقي الحسين خالد. فأين يزيد؟ وأين أتباع يزيد؟ وأين أهداف يزيد؟ وأين معالم مدرسته الهابطة التي زالت بزواله؟ عندما نتحدث عن ثورة كربلاء أيها الآباء، أيها الأبناء، أيها الأخوة والأخوات، علينا أن نعلم أن ثورة كربلاء لها انعكاس في مستقبلنا القريب، سيتجلى في ثورة إمام الزمان عجل الله فرجه الشريف. فكما أن ثورة الحسين تحتاج إلى قيادة، فثورة آخر الزمان تحتاج إلى قيادة، إنها قيادة إمام الزمان روحي له الفداء، الإمام الرباني المتصل بالغيب الذي يتسم بخصائص وصفات لا توجد في غيره من الخلق، علم بلا حد وتقوى بلا حد وجرأة وثبات بلا حد وبصيرة بلا حد وتسديد من السماء. هذا هو مولانا صاحب العصر والزمان روحي لترب مقدمه الفداء. فأما الإعلام فنحتاج إلى إعلام، ونحن الممهدون لثورته،
ونحن المنتظرون لدعوته، ونحن الذين ندعو في كل ليلة: اللهم اجعلنا من أنصاره وأعوانه ومقومة دولته وسلطانه. فلا بد أن نحمل إعلاما رصين أيها الأحبة. عندما نتكلم عن الإعلام في المجتمع الغربي، يعتبر الإعلام هو السلطة الأولى المتحكمة في السلطات الثلاث. نحن نعلم سياسيا بأن هناك السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة ماذا؟ القضائية. هكذا ديدن الدول المتحضرة الديمقراطية. ولكن هل يوجد سلطة تسمى بسلطة الإعلام؟ لا يوجد حقيقة في السياسة، ولكن لعبة الإعلام أخطل لعبة، وقد مارسها الغرب بحرفية واسعة، واستطاع الإعلام أن يقدم زيداً وأن يؤخر عمرو، واستطاع أن يقدم حزباً وأن يؤخر آخر. بالإعلام الموجه استطاع الغرب أن يؤثر في السلطات الثلاث بتمامها. عندما نتكلم عن الإعلام في المجتمع الغربي، لابد أن نعلم أن له قيمة، حتى عد بأنه ماذا؟ السلطة الأولى. بينما في مجتمعاتنا الإسلامية فالإعلام إن كان موجوداً فإنه سيكون في آخر تلك السلطات على فرض وجوده، على اعتبار أن أغلب مظاهر الإعلام مسيس في زماننا فلا نفع فيه. أما إعلام كربلاء فإعلام خالد ذو مبدأ، ذو قيم، ذو حجة وبرهان. وهذا ما نؤكد عليه أيها الأحبة في هذا الزمان، على أن الخطاب الديني، الخطابات الدينية التي تنطلق هنا وهناك والتي يعاب عليها، على أنها خطابات تتسم بالركة والضعف وانعدام الحجة. فعلينا أن نغير خطابنا الإعلامي ومن خلال التواصل الاجتماعي لنقدم إعلاما إسلاميا رائدا قادرا على تغيير واقع الحياة. أما الركيزة الرابعة وهي لب حديثي في هذه الليلة، إنهم الأنصار والأتباع والمخلصون، وهم أنتم. إذا كان ناصر الحسين عليه السلام حبيب بن مظاهر الأسد وزهير بن القين وجون وعابس والعباس وعلي بن الحسين وأبناء رسول الله والخيرة الصالحة الذين قال فيهم الحسين: ما أعلم أصحابا أوفى ولا خير من أصحابي. فهؤلاء أنصار الحسين. إذن من هم أنصار المهدي؟ عندما يخرج روحي فداه إنهم أنتم. أنتم آباء، أبناء، أحفاد، صغار، أنتم الذين ستكونون أنتم الذين ستكونون تحت راية الإمام. أنتم من سيرفع لواء الإمام. إن ثورة الإمام روحي فداه ثورة كل مؤمن يسأل الله تعالى أن يكون من أنصاره ومن مقومة دولته وسلطانه. فإذا كنا نحن أبناء آخر الزمان، نحن الأمة التي ستختم بها الأمم، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فأنتم أيها الأحبة ستكونون الأنصار.
ومن هنا يتعين علينا أن نقوم بمقارنة بين أنصار الحسين وبين أنصار إمام الزمان روحي فداء، حيث أن هناك مجموعة من الخصائص يجب أن تتوافر في أنصار إمام الزمان. لو سألنا أنفسنا جميعا رجال ونساء، هل تريدون أن تكونوا من أنصار إمام الزمان؟ فماذا سيكون الجواب؟ نعم أو لا؟ نعم، كلنا نريد أن نكون من أنصاره، كلنا نريد أن نريق دماءنا تحت قدميه، كلنا نريد أن نقف كما وقف نافع في كربلاء. كان الحسين يصلي ونافع يقف بين يديه يتلقف السهام بنحره وبصدره وببطنه كي لا يصاب الإمام الحسين بسوء. هل نحن بهذا المستوى؟ ولهذا ينساق الحديث، وأتمنى من أحبتي أن يلتفتوا جيدا معي، ما هي خصائص أنصار الحب المهدي روحي فداء انطلاقا من خصائص أنصار الحسين؟ الصفة الأولى التي يتسم بها أنصار الإمام أجل الله فرجه الشريف، الطاعة المطلقة لإمام الزمان. وهذه صفة جسدها قمر العشيرة أبو الفضل العباس. أهل البيت نزلوا إلى الميدان وصرعوا وقتلوا، وكان العباس يقول عليه السلام للحسين: ائذن لي في البراز، فيأمره بالبقاء فيمتثل لأمره. تأملوا جيدا أيها الأحبة، تأملوا جيدا، علي الأكبر روحي فداء الذي نحن نعيش في ذكرى ولادته، عندما يشير إليه أبوه: بني انطلق إلى الجهاد. التفتوا، علي الأكبر هو أول نفس علوية أريق دماؤها في كربلاء، فلدة كبد الحسين، أول واحد انطلق، فانطلق ولم يتردد، بينما قال للعباس: قف، فتوقف حتى قتل العباس. ماذا؟ في آخر من قتل. تأملوا جيدا، الأنصار المخلصون هم الذين لا يجدون لأنفسهم رأيا أمام قيادتهم، فالقيادة إذا أشارت برأي انساقوا لرأي قيادتهم. أنصار الحسين ما كانوا يرون رأيا أمام رأيه ولا رأيا يخالف قوله. تأملوا علي ابن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، هذا الرجل الجليل الإمام العظيم يقول في مالك الأشتر: لقد كان لي الأشتر كما كنت لرسول الله، فقد كان علي هو اليد الضاربة للنبي، وكان الأشتر هو اليد الضاربة لمن؟ لعلي عليه السلام. أريد من أحبتي أن يتأملوا إلى هذا المستوى من الإنقياد للقيادة، عندما تقول القيادة قولا فينبغي للمقود أن ينصاع لأمرها وإلا تعم الفوضى. يقاتل عمرو، عفوا، يقاتل مالك الأشتر في صفين حتى يشق الصفوف ويصل إلى الخطوط الأمامية للأعداء، فيصل إلى معسكر معاوية، وصل إلى فسطاط معاوية، ليس فقط إلى معسكره بل شق صفوف جيشه ووصل إلى فسطاطه، وكان معاوية في الفسطاط، وما الفسطاط إلا خيمة من صوف أو من شعر الغنم،
ضربة سيف فيقدها نصفين ويقطع رأس معاوية وتنتهي تلك الفتنة. وصل الأشتر إلى فسطاط معاوية، لم يصل بأمر إعجازي، التفتوا هذا أحد المقاتلين، مزق الأعداء وجسده يسيل دما كله جراح. بعد عناء وصل إلى فسطاط معاوية وإذا به والسيف مشهور في يده، يأتيه الخبر إن علي بن أبي طالب يأمر بإيقاف الحرب. ماذا فعل الأشتر؟ أين ذهب جهده؟ أين ذهب تعبه؟ أين أريقت دماؤه؟ فأخذ السيف وأغمده وضعه في غمده وأعطى الفسطاط ظهره وعاد لقيادته. هل نملك هذه الروح في مقام الامتثال لإمام زماننا؟ هل نملك هذه الروح؟ هل سنكون كما كان العباس مطيعاً والأكبر مطيعاً للحسين وكما كان مالك الأشتر لعلي؟ أم أننا نعطي رأياً أمام رأي قيادتنا ونخالف أمره؟ فعندئذ تقع الطامة الكبرى فيخسر الأنصار كما خسر الخوارج. فالخوارج خالفوا أمر قيادتهم علي فانشقوا على أمير المؤمنين. إذن أول خصائص أنصار إمام الزمان أنهم يملكون انقياداً مطلقاً، لا يجدون لنفسهم إرادة أمام إرادة قيادتهم، لا سيما أننا نؤمن أن الإمام إمام معصوم، والإمام المعصوم لن يأمر إلا بما يرضي الله. فهل وطننا يا أبنائي يا أولادي يا إخواني أخواتي، وطننا أنفسنا لنكون بهذا المستوى من الانقياد عند ظهور إمام الزمان؟ لو أمرنا أن نخوض في نهر من الدم نخوض أو لا نخوض؟ لو أمرنا أن نلقي أنفسنا بين الرماح والسيوف يجب أن نمتثل، هكذا هم الأنصار المخلصون. الصفة الثانية في أنصار الإمام الحجة روحي فداه، انطلاقاً من خصائص أنصار الحسين، أنهم أهل التقوى وأهل الاستقامة والثبات. هؤلاء لديهم ثبات، أنصار المهدي عليه السلام يتسمون بالثبات المطلق على القيم، بالثبات المطلق على الطاعة، بالثبات المطلق على المبادئ، لا تتزلزل أقدامهم. وهذا ما ينبغي أن يلتفت إليه الجميع. نحن اليوم أيها الأحبة في زمن الزلازل. أي زلازل؟ لا أعني بالزلازل الجغرافية أو الجيولوجية التي تصاب بها القارات والأراضي وبطن الأرض. نحن اليوم نتعرض إلى زلازل على مستوى العقيدة، والزلازل على مستوى السلوك والأخلاق. فالفكر الإلحادي الذي ينتشر هنا وهناك ويحاول أن يتغلغل في عقول وفي قلوب أبنائنا فيزلزل من قيمهم ويزلزل من مبادئهم، نحتاج أن نقف أمامه بمبادئ الثبات. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، هكذا يأتي على الناس، وهذا هو زمانه، يأتي على الناس زمان القابض على دينه كالقابض على الجمر. إذا أصبحت مؤمنا ملتزما متدينا وأصبحت أيتها المؤمنة مؤمنة محافظة عفيفة محجبة، يأتيك البلاء من كل صوب وجانب،
فالحفاظ على القيم يحتاج إلى ثبات. الحرب الأيديولوجية التي تصل إلى عقول أبنائنا وإلى قلوبهم وتسعى إلى زلزلة مبادئهم تحتاج إلى ثبات. أنصار الإمام الحسين كانوا أهل ثبات، فها هو قمر العشيرة يقول فيه علي بن الحسين عليه السلام: رحم الله عمي العباس. كان ماذا؟ كان صلب الإيمان. هذا أحد أبرز أنصار الإمام الحسين، صلب الإيمان، وها هو الأكبر عندما يسمع أبا يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال: أبا لم استرجع؟ قال: بني سمعت هاتفا يقول: القوم يسيرون والمنايا تسير بهم. قال: أبتا؟ يعني والمنايا تسير بهم يعني إلى الموت. قال: أبتا، أولسنا على الحق؟ قال: بلى والذي إليه مرجع العباد. قال: إذن لا نبالي، أوقع الموت علينا أم وقعنا عليه. انظروا إلى حجم الثبات، هل نملك هذا الثبات؟ الثبات ضرورة من ضروريات هوية الإنسان المؤمن. إن الذين قالوا ربنا الله، أي حققوا معالم الهوية الإسلامية، وإن من أبرز خصائص هوية المؤمن ثم استقاموا. أنصار الإمام لا يدلون الطريق إلى المعاصي، لهم استقامة على الطاعة فلا يعصون الله. ولهذا مجتمعاتنا يجب أن تكون مجتمعات نقية إن أردنا أن نكون ممهدين. إذا أردنا أن نجعل أنفسنا ممن يمهد للظهور، فعلينا أيها الأحبة أن نوجد مجتمع النزاهة، مجتمع العفاف، مجتمع الطهارة. فلهذا كم هو مؤلم عندما تتمازج المعاصي باحتفالاتنا، فيوجد احتفال الذي يعتبر مظهرا من مظاهر العبادة على اعتبار أن احتفالات أهل البيت من الشعائر، والشعائر يجب أن تكون نقية من كل معصية، وإلا كانت الشعيرة المقامة على خلاف المبدأ والهدف. أفراحنا وأعراسنا أيضا يجب أن نجعلها نقية نزيهة عن كل مظهر من مظاهر معصية الله عز وجل. فلا يجوز وضع الأغاني ولا الموسيقى المحرمة، ولا أن نستبدل ذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم بكل محرم. علينا أن نجعل مظاهر أعراسنا مظاهر نزيهة. ولهذا ما بدر إلى سمعي وإلى بصري مما رأيت من مظهر ولا يمكن أن نعبر عنه أنها ظاهرة، ولكن صدر سلوك، وهذا السلوك يحتاج إلى وقفة تصحيحية عند أبنائنا وأحبتنا. فبعض الأعراس هنا أو هناك يقع فيها بعض ما لا ينبغي أن يقع، ولو كان ذلك في صورة المزاح. بعض تلك الحالات المشينة التي لا تتناسب مع أجواء العفاف الاجتماعي. عندما نجد أو نسمع أو نرى بأن في بعض أعراسنا أن يوجد حالة من حالات التحرش بالزوج أي المعرس، هذا المعرس عندما يزف ولو أنه من باب المزاح، هذا غير صحيح، غير الصحيح. وإن كان مزاحا هذا ليش؟ لعدة أمور. أولا أن التحرش به بهذا الزوج أو بغيره من المحرمات بلا شك. والشيء الثاني أنه يا أحبتي أن للمؤمن حرمة، فلا يجوز أن تهتك حرمة المؤمن. والشيء الثالث عندما يقع ذلك في المأتم فتزداد المصيبة سوءا، فعلينا أن نترفع. أنا أعلم بأن البعض يمارس ذلك من باب المزاح أو جهلا بالحكم الشرعي،
فنحملهم على محامل الخير، ولكن مع هذا نحن مسؤولون أمام الله تعالى أن نوجد مجتمعا نقيا، وأن نقف أمام كل سلوك هي ليست ظاهرة منتشرة ولكنه سلوك عابر، فعلينا أن نوقفه كي لا يتمادى وينتشر، وعلينا أن نراقب الله في أعراسنا واحتفالاتنا، وأن نعلم بأن للمآتم حرمة وللمؤمنين حرمة، فلا يجوز أن تهتك ولو تحت ذريعة المزاح. الأنصار المخلصون يعرفون بماذا؟ بالاستقامة، بالصلاح، بالطهارة، فعلينا أن نكون كما كان أنصار الحسين لنكون مهيئين لنصرة إمام الزمان. آخر الخصائص وأختم، أنصار الحسين اتسموا بالمحبة المطلقة للحسين، وأنصار إمام الزمان لن يتأهلوا لنصرته إلا إذا أصبح إمام الزمان روح فداء هو أحب الخلائق على قلوبهم وأحب إليهم من آبائهم ومن أمهاتهم. يجب أن تحب إمام زمانك محبة مطلقة. المحبة لها مراتب، فهناك الحب وهناك العشق وهناك الجنون. انظروا إلى عابس، عابس تجاوزت محبته إلى درجة أنه كان يقول حب الحسين أجنني. ليس المراد من الجنون فقد العقل، وإنما يريد أن يكون يقول مشاعري، إحساسي، إدراكي، روحي، فكري كله عند الحسين. سلب الحسين لبه. ماذا فعل الحب؟ تأملوا جيدا، الحب الإيجابي هو الذي يبعث الإنسان نحو العمل، نحو الجد والاجتهاد، نحو الاستقامة. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. اتباع لأولياء الله، اتباع لأنبياء الله. الحب هو الذي جعل من عابس ينزع قميصه ويقف بسرواله وبسيف في يده، ورمى الدرع جانبا فلا يخاف من موت أبدا، وقد وقف أمام الأعداء عاشقا للشهادة راغبا في الموت دون إمام زمانه. فهل نملك هذه الروح؟ على قدر محبتكم لإمام الزمان روح فداه، تلك المحبة العملية، ليست المحبة التي متى ما ذكر التوت أعناقنا إلى الأمام وانحنت رؤوسنا إلى الأمام فقط. الإمام يريد القلوب تنحني بالطاعة، العقول تنحني بالطاعة، فعلينا أن نمهد لنصرة إمام الزمان، فهناك دولة مرتقبة، وهناك نصر موعود، وهناك رايات خفاقة على مشارف الظهور. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.